وفلان حلو ودنيك وسمعني مزيان، سالا وقت الضحك دابا غنهضرو نيشان. فاك داك باك اللي خدام عليك ورباك، مورا دارو كتخرجي ديما ديما مع هذاك ولاد الناس ما بغيتيهم، ولاد الكلاب اللي عشقتيهم نقول لك في نصك زيديهم. ويه الوالده رباتني على مساوسك غير وصاتني وبكلامها غير نصحاتني، بصوتها مرفوع قالت لي خدام وكون راجل ما تديرش بالك، خليهم سير سير راحل الرجوله في العقل، ما تكونش ديما جاهل بلا بيك الوالده راني ديما ديما حاصل. كانوا كما حاولتهمش مزيان، كان كتبوا لكم زعما حطهم مزيان. الاسم ديالي اسامه، الملقب اسامه اوكسفورد، ممثل افلام قصيره وكندير بزاف ديال المحتويات في مدينه اولاد تيمه. الدخول ديالي للسوشيال ميديا ديال اليوتيوب، انا كنت كندير قبل من هادشي كنت كندير فوتوغرافيك تصاور، كنت طلع شي تصاور زوينين بكاميرا هكا، قالوا لي الدراري علاش ما تدخلش حتى انت اليوتيوب هذا، دخلت انت صور افلام قصيره وهذا صافي، درت بكلامهم ودخلت. بديت بافلام قصيره كنصور، يعني راه من 2019 وانا بادي كنصور، و تقريبا شي عام هادي وانا كندير افلام قصيره من 2019 حتى 2020 وانا كنصور. الراب يعني فاش شفت راسي كنصور، فاش شفت راسي كنصور افلام قصيره، ما كنشوف شي وحدين اخرين حتى هما كيطالعين عليا في ليفي ياك، وكنبغي انا نطلع في ليفي كنقول باقي هذا المحتوى ماشي ديالي، كنقلبها محتوى اخر. كندير ثاني الراب، درت الراب ثاني فاش كنشوف ليفي ما كاينينش كنقلبها محتوى اخر، كندير مثلا فلوغات، كنقول اسودي فلوغات راه كل واحد شاد، يعني كاين يوتيوبرز اخرين دايرين فلوغات شادين بلاصتهم، كنقلبها ثاني محتوى اخر، يعني بزاف المحتوى ما بقيتش محتوى واحد. علاش؟ حيت راه ما عطاتنيش فرصه اني نبين الناس المحتوى اللي غادي يعجبهم، ما عرفتش الناس اش من محتوى باغين، يعني لحد الان راه الناس كيتابعوا تابعين غير التفاهه. ما صعيبش، عيط انا ندير التفاهه، نمشي نعيط لشي بنت نقول لها حنا نديروا كوبل بحال هكا ومره هادي ومدو، راه ما صعيبش عيط حنا ندير التفاهه، ولكن حنا ما بغيناش بحال هكا، بغينا شي حاجه مفيده اللي بنادم يتفرج فيها وزوين، يعني نقدر نقدموا اي حاجه غير بنادم يعرف اشنو باغي. اشنو المواهب اللي عندك؟ باش نقول لك لا ماشي خارقه، ماشي خارقه، غير يعني مواهب لي زوينه تقدر تعجبهم. مثلا كما قلت لك بديت افلام قصيره، درت الغناء يعني استوديو، راه ما كنمشيش حتى شي استوديو، راه داكشي كلشي من عندي. بديت حتى فسميتو افلام قصيره، درت فلوغات، درت فوتوشوب ديال التصاور، يعني كيفاش تعلم فوتوشوب، التعليم ديال فوتوشوب ماشي حاجه، ماشي غير جي ودير فوتوشوب، يعني شي حاجه اللي صعيبه بزاف. شنو نقول لك، درت فوتوشوب، درت ثاني واحد التقنيه ديال الكترون، كيفاش مثلا عندك شي حاجه في التليفون باغي تعلم كيفاش ترجع فيديوهات ديالك التليفون مشاو لك، واخا فورماطا بغيت اي حاجه مثلا في هادشي التكنولوجيا باغي ديرها حتى درتها، ولكن ما كاينينش ليفي، ما كاين اللي يعطيك فرصه انك تبين شي حاجه. ودابا الاكثريه ديال الجمهور تابعين لك كيف ما قلت لك قبيله، غير هشام مولولي مدابز معنا، هذا حسين، هذا حسين مدابز مع هذا دار هذا، كيما شفتي اخر تراك دار هشام مولولي ديال صاحبي كي باسر، هذاك تراك انا نقدر ندير محسن منه، انا ندير محسن منه، هو اصلا الدومين ديالو ماشي ديال هكا، يعني انا ندير تراك وحسن منه وطلع، ولكن شكون غيتفرج فيك؟ شكون عارفينك بلي كاين اصلا؟ يعني شكون غيتفرج فيك؟ 100 200 300، يعني اكثر غير في هواره هنا اللي كيتفرجوا فيا، وخصوصا في مدينه طوارة، يعني اغلبيه ديال الناس راه كيدعموك باش انك تطلع، واغلبيه ديال الناس بحال فاش كيشوفوك كدير شي محتوى اللي زوين ما كيبغوكش توصل، يعني كينتاخذوك. انا اصلا درت شحال من فيلم هكا، وكندخل لي كومونتير كنلقى كيقول لك شي واحد ودير شي حاجه اللي تنفعك، وانا اصلا لا ندير داكشي غير باش ينفعني، دير شي حاجه اللي تنفعك. كنشوف بحال داك لي كومونتير، كنقلب ثاني محتوى، كنقول هادشي ما عجبهمش ندير شي حاجه اخرى ثاني اللي تعجبهم. هاي ينتاخذوك واخا ما عرفت شنو، ولكن انا جات انا كيوتيوبرز كتشوف عندك بزاف ديال المواهب كتعرف ليهم، بزاف ديال المواهب كتعرف ليهم، وكان حير كنقول واش نصور هادي بنادم فاش باغي يتفرج، خصني نعرف بنادم اشنو باغي يتفرج، يعني اللي باغيها هو راه غادي نصورها انا وغنستمر فيها، واصلا غنستمر في يوتيوب سواء انا تعطاتني فرصه انني نبين المواهب ديالي ولا ما تعطاتنيش، غادي نكمل فيه، يعني غادي نكمل حتى نشد في محتوى واحد اللي غادي يعجب الناس. انا اللي باغي نوصل لهذا الشيء كله هو ان تعطيني فرصه فقط بنادم يتفرج في داك الشيء اللي كندير، غادي ندير بزاف ديال المحتويات لي بزاف كاع، وهما غادي يختاروا المحتوى اللي كيعجبهم، اي حاجه عجبتهم غادي يختاروا باش انا نشد في حاجه وحده. راه قلت لك من 2019 وانا بادي حتى 2021، 3 سنين هذه وانا بادي،
كنصور كنصور وبزاف تاني يعني شكون غيتفرج فيك؟ على الاقل الا عطاتني فرصه انا نعرف بنادم شنو باغي راه غادي نكمل في هذيك الدومين، غادي نكمل فيه وانا نقدم ما احسن. يعني بديت مثلا بديت شي حاجه حامضه غنبدا نكمل في شي حاجه ما احسن. اي واحد بدا راه كيبدا بشي حاجه والو. شنو ناقص يعني اسامه؟ ناقص فقط المشاهدات، يعني تعطيك فرصه ان بنادم يتفرج فيك صافي. اما ما عرفش يعني بنادم تابع لك غير التفاهه كيف ما قلت لك، تابع لك هذا يعني غير شي مخاسم مع شي هذا الشيء اللي نتابعينه ومفرجين فيه شي حاجه ديال التفاهه، ماشي حاجه شي واحد كيعطي شي حاجه. كنت كنغني حتى الراب، وراه ديجا وريتك نيت تراك ديال الراب غنيته، بغيتي دابا نوريه في التليفون ماشي مشكل. لا يعني غنيت في الراب والمشكله ما كنمشي لا للاستوديو لا حتى شي حاجه، كلشي عندي من الدار في سي وهذا كندير راب. يعني الا بغيت نقلبها راي نقلبها راي بحال كيما ستيل ديال ايهاب امير، ستيل ديال شنو سميتو داك مغني داك لا مغني ديال الراب هذاك بحال هذاك انيتا هو غنيت لي اغنيه ديالهم. اي ستيل بغيتي نشدك فين نشدك، شكون خاص على الاقل اللي دعمك؟ خاص الدعم. رسالة ديري للمغاربة فقط انهم يتفرجوا في هذا المحتوى اللي كندير. يعني غادي ندير ماشي محتوى واحد ولا جوج، يعني غنصور بزاف د الحوايج والحاجه اللي عجبتهم. يعني راه غادي نقول لهم راه الحاجه اللي عجبتهم. انا راه اصلا ديجا كنت كنصور قلت لك، وكان بنادم ما كنعرفو ما كيعرفني، اسم القناه ديالي اسامه اوكسفورد. اسامه اوكسفورد راه داير يعني في شي 1060 واحد 1060 مشترك. كنصور حتى كنعيا وكنمسح داكشي ثاني وكنعاود ثاني من جديد. كنشفت ما عنديش مشاهدات وكنمسح وكنعاود ثاني. القناه ديالي هي اسامه اوكسفورد غون، وراه ديجا لحت واحد الفيلم، اخر فيلم دابا لحتو غندير فيه ربعه الاجزاء، وكنتمنى يجيب لي شي حاجه. يعني الا ما جاب لي ثاني شي حاجه راه غنقلب على شي حاجه اخرى. يعني غنبقى هكا تنشوف انا اصلا هذاك الشيء اللي كاين، يعني المشاهدات اللي ما كاينين.